كييف، الأول من مارس قبيل الساعة الخامسة عصراً. المدفعية الروسية تستهدف هوائي الإرسال التلفزيوني في العاصمة الأوكرانية. الحصيلة 5 قتلى وتوقف بعض القنوات عن البث. إنه رمز لحرب تدار أيضاً على جبهة الإعلام. تلك هي حال مدينة لفيف التي يقطنها 720,000 نسمة وتبعد عن الحدود مع بولونيا 70 كيلومتراً، وهي مدينة لم تصل إليها المعارك بعد. تيتيانا ياكوبوفيتش صحفية تعمل في إذاعة ليبرتي، وهي وسيلة إعلام مستقلة. إنها مسؤولة عن تنسيق مجمل الأخبار والمواضيع التي تصل من الجبهة ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي. تمثل تلك الشبكات قنوات بث خارج متناول الصواريخ الروسية. يتصفح الجميع تيليجرام، فهي المنصة الأكثر متابعة في أوكرانيا اليوم، ومن ثم يأتي فيسبوك وتويتر وتيك توك ويوتيوب، وهناك أيضاً منصتا في كونتاكت وأوندو كلاسينكي اللتان تلقيان رواجاً كثيراً لدى الناطقين بالروسية، ولكنهما أقل تصفحاً. هذا هو موقعنا، إنه يقدم الأخبار باستمرار ويضع المتصفح بصورة ما يجري في هذه اللحظة في كييف، في دونباس وفي كل مكان من أوكرانيا. تصلنا المعلومات أولاً بأول. على شبكة إنستغرام تدور أكبر حرب بين وسائل الإعلام وهيئات الدعاية المعادية. بعد بدء الاجتياح بساعات قليلة، أطلق وزير الداخلية الأوكراني صفحة الأخبار هذه. نجد فيها مئات الصور والفيديو لجنود روس قتلوا في المعركة، إضافة إلى تحقيقات مع أسرى حرب. والهدف من ذلك هو زعزعة معنويات الجيش الروسي وإيصال المعلومة إلى الرأي العام الروسي. أهم معلومة يجب نشرها في مواجهة روسيا هي أنها على وشك أن تهزم في الحرب. البارحة أعلن وزير الدفاع الروسي عن حصيلة تتضمن ضحية واحدة، أما قبل ذلك فلم يكونوا قد صرحوا عن أي ضحية، إلا أن قيادة الجيش الأوكراني كانت قد أعلنت عن مقتل ما يصل إلى 5,000 جندي حتى اليوم. مثله مثل الكثيرين. لم يدرك ساشا بعد أن الحرب قد اندلعت في بلده. إنه يتابع تطورات النزاع طوال اليوم على المذياع. وصلت خسائر الجيش الروسي منذ بداية اجتياحه أوكرانيا إلى 6,000 قتيل و200 أسير. اتصلت بأصدقاء لي في روسيا بعد 3 أيام لم يكونوا على علم بأن الحرب قد اندلعت. هذا مؤلم ومحزن، فوسائل الإعلام الروسية لا تذكر شيئاً عن الخسائر في صفوف الجيش الروسي. لم تذكر سوى مقتل 200 جندي من الجانب الأوكراني. بالنسبة للإعلام الروسي، لم يقتل أي جندي من الجانب الروسي. حتى إن هذا الإعلام انتظر عدة أيام قبل أن يعلن عن بدء الحرب. الأيام تمضي وليس بوسع الشعب الروسي الوصول إلى كل المعلومات. يعمل ساشا سائقاً ويبلغ 50 عاماً من العمر. عاش طوال حياته في مدينة لفيف. غادرت زوجته وابنه البالغ من العمر 17 عاماً البلد، فارين من المعارك منذ أسبوع. ذهبا لملاقاة ابنته التي تدرس في برلين. يحتفظ ساشا بهذا المسدس في منزله ويحمله معه أحياناً عند الخروج. منذ بداية الاجتياح الروسي بات من حق كل مواطن أوكراني حيازة سلاح للدفاع عن نفسه في حال تعرضه لهجوم. بالنسبة إلى ساشا، التلفاز جزء من الحرب.
يتم بث فيديوهات دعائية تمجد الروح الوطنية والمقاومة الأوكرانية من دون نسيان نعت فلاديمير بوتين بأسوأ الأوصاف. أحب الثقافة والرقصات والأغاني الأوكرانية. تتم صناعة هذه الحرب الإعلامية على مسافة بضعة كيلومترات من هنا، في هذا الحي السكني ووسط هذه المباني الجميلة يقع مقر تحرير قناة إسبريسو تي في، وهي قناة أخبار خاصة ومجانية تبث عبر يوتيوب وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. ولدت وسيلة الإعلام هذه إبان المظاهرات الموالية لأوروبا في العام 2013. في فبراير من العام 2014 إبان ثورة الميدان، تمكنت هذه القناة التلفزيونية من الالتفاف على الرقابة وقامت ببث صور القمع الدموي للاحتجاجات الذي مارسه نظام فيكتور لانوكوفيتش الموالي لروسيا مباشرة وإلى العالم أجمع. أما الآن فالقناة كلها في حالة استنفار، والبث بأكمله مكرس للحرب. تبلغ كريستينا ياتسكيف من العمر 29 عاماً، وهي صحفية تقدم نشرة الأخبار منذ 8 أعوام. نشرح للناس ساعة بساعة ما يجري وما هي المدن الواقعة تحت النيران. المشهد يتغير بسرعة، فمثلاً في هذه اللحظة تتعرض كييف لهجوم براجمات الصواريخ، وبعد ساعتين قد تتعرض خاركيف له، ثم يأتي دور كييف من جديد، ومن ثم مدينة أخرى. منذ بداية الهجوم الذي شنه جيش موسكو كان لزاماً عليهم الإعلام بكل الوسائل الممكنة، ولكن هل يجب نقل صور الحرب من دون فلترة؟ بما في ذلك الجثث والضحايا وكل ما فيها من أهوال. صحفي قناة إسبريسو منقسمون حول هذه المسألة. أفهم ما تريدين قوله، غير أن كل الناس تتابع الشاشات اليوم برفقة الأطفال، الأمر حساس جداً. هذه هي الحال في منزلي وعائلتي. نرى أرجلاً ممزقة وأجساداً متحللة. يجب معالجة الصور وإخفاء ملامحها. من غير الجيد إظهار هذا. ما علينا سوى أن نظلل الصورة. هل يجب عرض كل شيء أم لا؟ هل نظلل الصورة أم لا؟ أظن أنه لا ينبغي معالجة أو تظليل الصور. وأما بالنسبة للأشخاص المرهفي الإحساس، ما عليهم سوى إغلاق التلفاز. ستتم مشاهدة هذه الصور من قبل العالم أجمع وعبر وسائل الإعلام الدولية، فعدونا الروسي مقتنع أنه لم يمت أحد هنا ولم يصب أي مدني، ولكننا سنعرض هذه الصور على الأوكرانيين أيضاً. ولا أدري ما إن كان بإمكان الأطفال والأشخاص ضعاف القلوب مشاهدة كل هذا الرعب. بالنسبة إلي لا أعتقد ذلك، لست متأكدة من ضرورة فعل ذلك. تتولى كريستينا دور المذيعة في الاستوديو 12 ساعة في اليوم. شكراً ماري، شكراً. ولكن من الصعب عليها التجرد عن الوضع الشخصي الذي تعيشه. والآن سنستمع للسيد بودولياك مستشار الرئيس. لم أعد أجد وقتاً للنوم، فقد نمت خلال الأيام الأربعة الماضية ساعتين ليلاً على الأكثر. نبقى أنا وزوجي طوال الوقت أمام الشاشات نفرز المعلومات ونتحقق منها. نشعر بقلق كبير إذ إننا نفكر على الدوام بأقربائنا الموجودين في هذه اللحظة تحت القصف. ابني الآن في أمان، ولكنه يسمع صفارات الإنذار أيضاً، وأنا عندما أسمعها في لفيف في كل مرة أنزل فيها إلى الملجأ أجهش بالبكاء. أرجو أن يكون لديه هو أيضاً الوقت الكافي للتوجه إلى الملجأ.
كانت كريستينا تعيش في كييف قبل الاجتياح الروسي، لكن منذ ذلك الحين اختارت هذا الفندق في لفيف لتجعله مأواً لها برفقة زوجها ميخائيلو. لم أعد أجد قنوات، لم يعد هناك تلفزيون. تركا كل شيء خلفهما. هذه القناة هي قناة سوسبلني، وهي الوحيدة، لم يتبقى سوى قناة واحدة. أتحدث مع زملاء الصحفيين، نشعر جميعاً بالعجز عن الكلام في بعض الأحيان، ونحن نرى ما نصوره كل يوم. للناس الحق في معرفة ما يجري، بما في ذلك الروس الذين يدعون أن لا شيء يحدث. لا أستطيع الكلام، أريد أن أتكلم ولكن لا يمكنني ذلك، فأنا عاجزة عن الكلام. ديفيد الطفل ذو 5 أعوام تركه والداه لدى والد كريستينا في مكان بعيد عن الجبهة، وهو حتى هذه اللحظة بعيد عن المعارك. مرحبا يا صغيري. مرحبا يا حبيبي، أريد أن تستمع إلي، أحبك كثيرا، اشتقت إليك كثيرا. أعدك بأننا سنجتمع من جديد عما قريب. أما الآن فيجب على أمك أن تدافع عن البلد. أوكرانيا لم تمت. أصبح النشيد الوطني الأغنية التي ينام عليها ديفيد. أما كريستينا فستتابع معركتها، معركة الإعلام من أجل المقاومة. من لا يملك بطاقة عسكرية أو جواز سفر أو وثيقة تثبت أنه قادر على القتال لا داعي لبقائه هنا، ويمكنه العودة إلى منزله. منذ الصباح الباكر يتجمع العشرة في طابور. قبل عدة أيام فقط كان هؤلاء الرجال عمالاً أو تجاراً أو معلمين، أما اليوم فأصبحوا مقاتلين. أنا أعمل في البناء، وقد أتيت لأسجل اسمي هنا كي أدافع عن مدينتي وعائلتي ضد المحتل. هل لديك خبرة عسكرية؟ كلا، لا أملك أي خبرة، لم ألمس سلاحاً طوال عمري، ولكن حان الوقت لذلك. مثلهم مثل آلاف الأوكرانيين في البلاد، يحمل هؤلاء السكان في مدينة لفيف الواقعة غرب أوكرانيا السلاح لمحاربة الغزو الروسي لبلادهم، مع أن البعض منهم كان قد خدم تحت راية الجيش الأحمر. نحن تجاوزنا 50 من العمر وأدينا الخدمة العسكرية في الجيش السوفيتي. أجل، لقد أنهيت خدمتي عام 1986. هذه بطاقة خدمة العسكرية في الجيش السوفيتي، ويتجاوز عمرها 40 عاماً. عندما كنت في الخدمة العسكرية كان لدي الكثير من الأصدقاء الروسي والبيلاروس، أما الآن فكل شيء تغير، لقد أصبحوا أعدائي ولا نتردد في إطلاق النار عليهم. لا خيار أمامنا، يجب أن نحاربهم ونهزمهم. فيكتور الذي يبلغ 56 عاماً من العمر، أستاذ في الاستراتيجية العسكرية في الجامعة، وهو متخصص بالدفاع ضد الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية. الوضع في غاية التوتر، بوتين قد يذهب إلى حد استخدام السلاح النووي ضدنا. إن فعلها فسأكون مفيداً كوني خبيراً في الأمر. لقد تلقيت تدريبي على أيدي السوفييت، والذين قد يكون بعض الضباط الذين يحاربوننا اليوم من بينهم. سأستفيد مما علموني إياه. حالما يسجل هؤلاء الرجال أسماءهم على قوائم الدفاع المحلي، يحصلون على سلاح وخوذة ودرع واقية من الرصاص. وإن كان الخوف يلوح على بعض الوجوه، إلا أنهم مصممون جميعاً على الموت في سبيل بلدهم.
هدفهم النهائي هو تدميرنا، غير أن عائلتي هنا ومقابر أجدادي هنا وأرضنا هنا. ليس لدينا مكان آخر لنذهب إليه، لا خيار لنا، سنقاتل. جاء بوتين ليقتل أطفالنا، هل يبدو الأمر طبيعياً بالنسبة لك؟ لسنا نحن من يجتاح بلاده، بل هو الذي يجتاح بلادنا. ولكن ثق بي، كل شيء سيكون على ما يرام، سننتصر. جيد، لقد سجلت اسمي على القائمة، ولم يبقى علي الآن سوى انتظار النداء. المجد لأوكرانيا ولأبطالها. تقع مدينة لفيف على مسافة 70 كيلومتراً من الحدود البولونية، وهي حتى هذه اللحظة بمنأى عن المعارك. كان يقطن هذه المدينة قبل النزاع أكثر من 700,000 نسمة. هربوا بالآلاف، مستقلين السيارات أو القطار. أما من بقي فهو يتهيأ لوصول القنابل والجنود الروس. حتى الأب إيغور يتأهب للحرب ويحاول حماية كنيسته التي يعود عمرها لأكثر من 400 سنة. أنت تغطي النوافذ يا أبانا، هذا أمر جيد. نعم، كما تعلمين، عندما كنت في الداخل قمنا بتغطية أول نافذة زجاجية، فأصبح المكان معتماً، ولكن ظل الضوء يصل إلى أيقونة السيدة العذراء. نجت هذه النوافذ الزجاجية من حربين عالميتين، ولكنها باتت مهددة من جديد. أنتم آخر من سيرى النور يجتازها. للأسف ستغطي الحرب جمالها. تلك الحرب المرعبة، ذلك الاجتياح الفظيع. يجد الأب إيغور صعوبة في حبس دموعه، مثله مثل جميع الأوكرانيين. أحد أقربائه يقاتل على الجبهة. ابني ضابط في الجيش الأوكراني، وهو الآن يحمي بلده، وكوني راهباً أعرف أن الحياة لا تنتهي بالموت، وأن الروح تبقى في الخلد، وأعلم أن من يضحي بروحه دفاعاً عن ذويه سينجو. الأوقات عصيبة، ولكنها ليست مظلمة. أعلم أنه سيأتي يوم يعود فيه نور الشمس ليضيء هذه النوافذ. أؤمن بهذا، وكلي ثقة به. على الرغم من القنابل والموتى، يبدو أن الأوكرانيين يحتفظون بروح معنوية عالية لمواجهة أي محنة. خلف الكنيسة تقوم مجموعة من رعية الكنيسة بتحضير الفارنيكي، وهو طبق محلي شائع. سيتم إرسال هذه الوجبات إلى الجبهة لإطعام الجنود. المجد للأمة، الموت للأعداء، أوكرانيا أولاً. نقوم بهذا من أجل جنودنا الذين يدافعون عن البلد. نضع كل حبنا لهم في وجبات عجينة الرافيولي هذه. نريد أن نرسل إليهم طاقة من خلال صلواتنا. نريد أن نكون إلى جانبهم في هذه اللحظات الصعبة. هم يقاتلون ونحن أيضاً نقاتل على طريقتنا. هؤلاء هن بنات الثلاث، وهناك هؤلاء نسوة ذهب أزواجهن أو أحد أقاربهن إلى الجبهة. نحن معهم بكل قلوبنا. هل أنت قلقة عليهم؟ أجل، ولكننا سننتصر. في لفيف حتى الشركات تشارك في المجهود الحربي. في هذا المصنع صار العمال يعملون ليلا نهارا لتجهيز الدفاع عن المدينة. يستخدمون الوسائط المتوفرة لصنع حواجز مضادة للدبابات وهياكل حديد لعرقلة تقدم العدو. Thank you.
كما تعلمون بقي الكثير من الناس هنا. أرسل بعض أصدقائي أطفالهم إلى الخارج ولكن هم بقوا هنا. نريد جميعنا أن نساعد جيشنا في القتال. نريد أن نكسب الحرب بأي وسيلة متوفرة. وإذا بذل كل منا ما بوسعه فإننا سننتصر. أنا واثق من هذا الأمر بنسبة 100%، وإلا لما كنت هنا. في كل مكان من لفيف تبدأ المقاومة بتنظيم نفسها. بعد عدة شوارع من هنا في ضواحي المدينة تقوم مجموعة أخرى من الرجال بإجراء التجارب الأخيرة على الأسلحة التي صممت كيفما اتفق. تلقيم الكوكتيل. إنها قذيفة مولوتوف. قمنا بصنعها من الأدوات المتوفرة بين أيدينا. صنعها سهل جداً. يمكنك استخدام بوابة حديقة أو أرجوحة أطفال أو أي هيكل كان. الآن نتحقق من أن كل شيء يعمل على ما يرام، ثم نقوم بتصوير ذلك ووضع شرح عليه، وبعدها نقوم بمشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي. بهذه الصورة يستطيع الجميع أن يصنع مثلها. في هذه الأثناء تسمع أصوات صفارات الإنذار من بعيد محضرة السكان للقصف المقبل. هل يمكن تلقيمها؟ يدرك هؤلاء الرجال أن الوقت ليس في صالحهم. انتظر، أمسك هذا. لأن الجيش الروسي يتقدم في جنوب البلاد. هل يمكنك شد الحبل؟ يدوياً يمكنك أن تطلق إلى مسافة 15 أو ربما 20 متراً لا أكثر. أما بوساطة هذا المنجنيق يمكن أن يصل مدى قذيفتك إلى 35 أو 40 متراً على الأقل. هذا أشبه بالمواجهة بين داود وجالوت، أليس كذلك؟ هل تظنون أن هناك أملاً؟ لدينا كل الأمل، خاصة إن كنا ألف داود في مواجهة جالوت. نحن نتمتع بمعنويات عالية ولا نخاف شيئاً، لذا لدينا كل الفرص، كل الأمل لننتصر في الحرب. وأذكرك بأن داود انتصر بفضل ذكائه لا بفضل قوته. في هذه الحرب يتمتع الروس بالتفوق العسكري، ولكن يبدو أن الأوكرانيين جاهزون لفعل أي شيء في سبيل الدفاع عن بلدهم. في كنيسة سيدة الانتقال أنهت النسوة إعداد الوجبات التي سترسل لإطعام الجنود. يتولى رئيس الأساقفة بنفسه مهمة نقل الطعام إلى الجبهة. لا أحد يعرف إلى ما ستؤول هذه الحرب ولا ما هي المشروع الحقيقي لموسكو، ولكن كما هي حال سكان مدينة لفيف، إنه شعب يقف بأكمله في وجه المحتل. يتواصل في أوكرانيا بالانقطاع نقل الأخبار المزيفة عن العملية الخاصة للقوات الروسية. تعج شبكات التواصل الاجتماعي بآلاف الرسائل الملفقة، وتنسب إلى السياسيين الروس تصريحات غريبة. كما نجد في الإنترنت صوراً ومقاطع فيديو لا علاقة لها بالصراع، مثلاً حريق في مستودع ذخيرة في مدينة بلاكلاي حدث عام 2017 تحول فجأة إلى قصف في خاركف عام 2022 تحت عنوان له علاقة بالمحتلين. حتى وقت قريب كان مركز العمليات النفسية الخاصة في برافاري أهم معقل للبروبوغاندا الأوكرانية الرسمية. هذا المركز دمرته الأسلحة المتطورة في بداية مارس من هذا العام، وتستمر حملة التلفيق في تيليجرام. هذه المنظومة تتكون من عشرات الآلاف من الأشخاص، تنظم عبر رسائل التليجرام، الروابط البريد العشوائي والهجوم الإلكتروني ضد روسيا.
مقطع فيديو مؤثر من جمهورية لوغانسك الشعبية. أب يودع ابنته، الزوجة والابن لاجئتان في طريقهن إلى روسيا، إلى أن معمل التلفيق الأوكراني يقلب الحقائق رأساً على عقب، ويتحول الرجل في الإعلام الغربي إلى أوكراني يقاتل ضد روسيا. يقف وراء هذه الأكاذيب سيفيو كريو، واحد من أكبر موردي أكاذيب قناة التليجرام، وفي فريقه 4700 متخصص. إنها عادة شبكة متكاملة من الرسائل النصية. توجد رسائل لإدارة المحادثات، وهذه لإعطاء تعليمات وجهة وكيفية إرسال المواد. كما توجد محادثات نصية متخصصة وأخرى للتصميمات، إضافة إلى محادثات كتابة النصوص. كذلك هناك ما يسمى بالمستودع، وهي قواعد بيانات تحتوي على مواد جاهزة للاستخدام المباشر. يصبح التمييز بين الحقيقة والخيال أصعب عندما تقنع الحقيقة بأخبار الإعلام الرسمي. صور بيانات توزيع 11,000 روبل مقابل كل قتيل، وعدم وجود نقود للدفع مرتبات الموظفين وتجميد الودائع. إعداد هذه الأكاذيب يأخذ دقائق معدودة، وتحصل على خبر ملفق جاهز. الإعداد قد يكلف آلاف الروبلات. أبسط تنسيق هو مام، صورة أو مقطع فيديو، نص جذاب، والخبر الملفق جاهز للإرسال إلى الإيداع في المستودع، ومن ثم يوزع. ثم 10,000 روبل أخرى لترويج الخبر الملفق في شبكات التواصل الاجتماعي. إنه مبلغ زهيد مقارنة بكم هائل من المعلومات المضللة. صرف 800 مليار و500 مليون روبل تقريبا على إعداد وترويج الأخبار الملفقة في بلدنا. يؤكد الخبراء أن هذا المبلغ كاف لإعداد عشرات ومئات الآلاف من الأخبار الملفقة. شاب يرتدي ملابس مموهة بدون علامات مميزة، يسمي نفسه أسيراً من روسيا. كأنه يتحدث مع والدته حتى أنه يبكي. في الواقع هو جندي في القوات المسلحة الأوكرانية وممثل في نفس الوقت. في هذه الصورة موظفة في مركز العمليات النفسية الخاصة لصحفية أجنبية وهي تحمل بندقية، وهناك وسط زملائها في قوات العمليات الخاصة الأوكرانية. إنهم يعدون الأخبار المزيفة حتى لمواطنيهم في أوكرانيا، كما تجري الأمور في هوليوود. شبح الليل يطير ويسقط الطائرات الروسية، شبح كيف؟ مثلاً هنا زعموا أن أزوف أسقط طائرة روسية في مقاطعة هيرسون، بينما الطائرة التي سقطت هي في الواقع طائرة أوكرانية من طراز سوخوي 25. وهنا يزعمون أن الجنود الأوكرانيين دمروا معدات عسكرية روسية. يرسم حرف زد عن طريق الكمبيوتر ويوضع على مقطع الفيديو، فيتحول ما تم تصويره عام 2014 في الدنباس أو عام 2019 في أوكرانيا إلى لقطات جديدة. توجد طرق يمكنك عبرها القيام بالبحث، كأخذ اللقطة الرئيسية في الفيديو والبحث عن معلومات حولها في ياندكس أو جوجل، ثم نجد مثلاً أنها في الواقع لقطة قديمة أخذت قبل 5 سنوات في لوغان، أو ربما في الأساس ليست جديدة من ضواحي خاركب، إلا أن عملية البحث هذه تأخذ وقتاً طويلاً. برز اتجاه جديد لمعمل التلفيق معني ببث الرعب وسط الروس، خاصة أمهات الجنود. حتى لو كان هذا أسوأ الأكاذيب، فالغاية تبرر الوسيلة. يحصل حدث قوي كل يوم أو يومين، لهذا فإن المهمة هي الزعزعة التامة للمجتمع، بما في ذلك من خلال الأحداث الفاضحة الواضحة، مثلا في أثناء قداس في الكنيسة، وفي أثناء وجود حشد من الناس زعموا أن القداس أقيم لوفاة فوج كامل، فكيف حدث هذا؟ ينحصر الأمر في أن امرأة جاءت إلى الخور وأعطته ورقة وقدمت تبرعا وقالت: على كل حال إن مات الفوج فستقام الصلاة. تلفيق الرعب هذا عادة يوجد في الفيسبوك. يكتب شخص مجهول لوالدته عن الحرب في أوكرانيا، توضيح من معدي الخبر الملفق من هاتف الجندي الروسي المزعوم.
لا رقم الهاتف المحمول ولا المكان. وبعد هذا يعرض التلفيق في مقاعد الجمعية العامة. هناك فئة خاصة من التلفيق حول سوء الوضع لدينا وكيف أننا عمليا سنموت قريبا. نحن نواجه هذا. ها أنا أعيش وأعمل في سان بطرسبورغ. بالأمس فقط أفشلنا تلفيق يقول إن الخاتمة لقد نفدت كل الأدوية. وقد أدى انتشار الكذب هذا إلى ظهور صفوف الناس بالفعل أمام الصيدليات. هكذا يزرعون الرعب عناوين براقة ونصائح من المشرف على تليجرام. هل نضع صورة كهذه؟ إلى أن الرابط يقود إلى أخبار تليات عام 2016 لطابور لأصحاب ودائع مصرفية. يحتاج الأمر إلى نصف ساعة لإعداده، والترويج أصلاً لا يحتاج لأي شيء. لذلك فإن محاولة معرفة أنه تزوير تبقى بلا معنى، لأن الأخبار الملفقة تتتالى. هذا في الوقت الذي لا يتطلب فيه نشر التلفيق التالي مراقبة أو كتابة جديدة، يكفي فقط تغيير عنوان الصورة أو الفيديو. أطلق معدو المواد المزيفة على الفتاة الفلسطينية الشجاعة لقب الفتاة الأوكرانية، والجندي الإسرائيلي تحول إلى جندي روسي. الأصل الذي التقط إبان الحرب الفلسطينية الإسرائيلية عام 2012 أصبحت خبراً مزيفاً حصد مليون مشاهدة. وهنا قدموا الفتاة الدنماركية ذات الزي العسكري الدنماركي كزوجة زيلينسكي، أخذت رشاشها وذهبت تحمي الوطن. الصورة من هذا الموقع. بتاريخ 20 أغسطس عام 2010 شارك وفد الناتو في عرض كييف. أرسل معمل إعداد الأخبار الملفقة الأوكراني زيلينسكي شخصياً إلى الخطوط الأمامية. لم يكن هناك فاستخدموا صوراً قديمة. أصبحوا ينتجون لهم رسومات كرتون هوليوودية خيالية عن كيفية انتصاراتهم وروعة كل شيء إلى آخر ما هنالك. يبدو لي أنهم يحتقرون شعبهم كثيراً ولا يعيرونه أي اهتمام. وتنتشر في الشبكة أنواع من الديب فيك. يتحدث في الفيديو شخص مشهور أو يقوم بعمل لا يفعله ولا يتحدث عنه في حياته العادية. Восстановление независимости Крыма как республики в составе Украины. هذا أيضا من إعداد معمل التزييف الأوكراني أعد على عجل، لكنه يمكن أن يشتت أفكار الأشخاص الذين يثقون بسهولة. تجري في الكمبيوتر أشياء غريبة. واحد من الطرق يمكن أن يكون تنزيل مقطعي فيديو في برنامج خاص حتى لا يظهر التزوير. قياسات رؤوس الوجهين يجب أن تكون متماثلة، ثم يتعرف البرنامج على الوجوه ويقصها. كل هذا يقوم به الذكاء الاصطناعي الذي يدرس طريقة نقل الهيئة من الوجه الأول إلى الثاني. عدة ساعات من العمل وها هي النتيجة. يبقى فقط تطبيق الصوت المطلوب. هناك الآن عدد هائل من الأدوات البسيطة والسريعة لإعداد التزوير اللازم، أي يمكن تغيير أي مقطع فيديو بحيث تبدو أي إضافات ملصوقة وكأنها حقيقية. في بعض الأحيان تتطلب البروبوغاندا موت الأتباع. مثلاً هؤلاء الجنود من جزيرة زميين دفنتهم السلطات أحياء وقالوا إن الروس قتلوهم، حتى أنهم قلدوهم الأوسمة بعد الوفاة وزعموا أنه قبل الوفاة البطولية وجهوا إساءات إلى الروس. على أي حال اتضح سريعاً أنهم لم يموتوا ولم توجه الإساءات لأحد. Выходил ли кто-то из вас на связь с русским кораблем? Нет, на звезд за российским кораблем на звезд никто не выходил. И никто не посылал? Нет, его никто не посылал. إلا أن الخبر الملفق راجع في الشبكة حتى بعد نفيه. أبسط رد هو أن هذا التزوير يصب في مصلحة القسم الرافض في المجتمع الأوكراني، أي القوات المسلحة وقوات المهام الخاصة وغيرها، وكذلك في مصلحة التشكيلات الخاصة كمركز معلومات العمليات النفسية، أي ما يسمى المركز رقم 72 للقوات المسلحة المتخصص في تنزيف المعلومات. عموما هذا لصالح الغرب أيضا. للاقتناع بهذا تكفي مشاهدة جزء من برنامج على التلفزيون الإسباني تتحدث مقدمته عن القصف الروسي للمناطق المدنية الأوكرانية. في المشهد لقطات للعبة على الكمبيوتر يمكن مشاهدة اسمها في الأسفل على الجهة اليسرى، لعبة الفيديو أرما 3.
كل ما يبث في وسائل الإعلام الغربية يأتي من زاوية واحدة ألا وهي الأوكرانية. يظهرون أن الروس يقصفون الأماكن الآهلة ويقتلون النساء والأطفال. إنهم كذلك يوفرون تيارا من الأخبار الكاذبة والتزوير للغرب الذي يبرر تصرفاتهم لاحقا ويقننها ويقدمها إلى جمهوره. يقوم التزوير بأربعة مهام: تخويف روسيا، تهدئة أوكرانيا، بث القلق في الغرب، وكسب المال. ملفات الفيشينغ المختلفة تنشر تحت اسم تعرفونه، قائمة مجموعات الأعمال الخاصة الاستخباراتية، اضغط، المرتبطة بسرقة كلمات مرورك وبياناتك. علاوة على أنهم يكسبون المال من النشر، فإن هذا الدخل المادي يمكن أن يعود في الاتجاه المعاكس، أي لتمويل بعض المهام العسكرية. هؤلاء أشخاص يعرفون كيف يعدون المحتوى ويعرفون كيف ينشرون عليه الإعلانات ويستفيدون منها ماديا. إنهم حتى في السابق لم يتورعوا عن استخدام الدعاية، والآن جمعوا كل شيء وسخروه لترويج الأخبار المزيفة ضد روسيا. أوكرانيا معبأة بوسائل الإعلام العاملة في مجال الإعلانات والشركات التي تروج لخدمات الإنترنت والتي يلجأ لاستخدامها الروس. إرسال الروابط الدائم في برنامج إنستغرام، فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، إضافة إلى تليجرام، يصبح قنابل موقوتة. بالطبع إنهم يعدون المحتويات وفق تصنيف معين للمستخدمين، أي يتم الاستقطاب في حيز ضيق بتوجيهه إلى مجموعات بعينها، وخوارزميات إظهار المقاطع تبنى على التكرار، على أعلى درجة من التكرار. على الخصوص عندما يجري الحديث عن الدعوة إلى أعمال الشغب في روسيا، هذا واحد من الاتجاهات الرئيسة لمعمل التزييف الأوكراني. تحت هذا الشعار تعد كمية هائلة من الإعلانات الموجهة على القسم الروسي للإنترنت، بينما لا يدعى الناس إلى الخروج إلى الشارع فقط، بل إلى الدخول في مواجهة مع الشرطة. وجدنا واحدة من الفنانين الذين يرسمون كميات كبيرة من دعوات ارتكاب هذه الجرائم، وهي ليليا فالكو من الفوف، وكذلك ألكسندر سلوباجينكو من كييف. حملته الإعلامية ترافيك ديفلز تشتري بالجملة الإعلانات في الفيسبوك وإنستغرام وتيك توك، إضافة إلى جوجل، من أجل حقنها بمواد ضارة. وهنا تتدخل النيابة وهيئة الرقابة بكل حق. لقد ازداد عدد الأخبار المزيفة في الفيسبوك وهو يرفض حذفها ولا يريد التعاون. هذه المنصة أظهرت أنها تعمل لصالح العدو فيجب إغلاقها. أي يجب دراسة التزوير بالتفصيل، دراسة كل حالة. تخيل أنهم يغطونك بالقمامة وأن عليك التقاط كل جزيئة والتعامل معها. لم نكن على استعداد لهذا، مع أن الجمعية العامة حذرت من أن المنصات ليست ملكنا وأنها شبكات غربية. سيجدون ما ننشر ويحذفونه بأوامر مباشرة. لهذا يجب علينا تطوير منصاتنا الخاصة. لا يجب الاعتماد على مخدمين غربيين بنسبة 80%. ونحن نرى الآن أنه يجب علينا إعادة بناء سياستنا المعلوماتية الخاصة بنا. علينا إعداد هياكلنا، وقد بدأت هذه العملية في السنوات الأخيرة. منصة ديالوج، بوابة أبي سنايم إرف، قناة تليجرام حرب التلفيق، كلها منصات روسية تحمينا من الكذب وأعدادها في ازدياد.